على الرغم من وجوده منذ عشرات السنوات، إلا أنه في الآونة الأخيرة شهد توجيه سهام النقد نحوه. إنه قانون الأحوال الشخصية الذي يرى البعض أن إجراء تعديلات عليه بات ضرورة ملحة، نظرا لأن القانون الحالي لا يتواكب مع العصر وأصبح أداة عقابية، خاصة في ظل النمو المتعاظم لحالات الطلاق في مصر وما تخلفه من قضايا بالمحاكم وأحكام لا حصر لها تحتاج للتنفيذ. نسبة قضايا النفقة تزيد عن 70% من إجمالي الدعاوى المقدمة أمام محاكم الأسرة وفقا لإحصائية المجلس القومي للمرأة التي أعلنت مؤخرا. وما يترتب على الطلاق من رؤية وحضانة ونفقة وترتيب الأب في الحضانة هي أبرز النقاط الخلافية في قانون الأحوال الشخصية، ما دفع برلمانيين لتقديم مشروع قانون يعالج قصور القانون الحالي، ويتكون من 5 أبواب و220 مادة، وينص على أن تكون الولاية التعليمية للأب، ويقدر القاضي النفقة حسب مدى سعة الملزم بالإنفاق ما ثبت من إجمالي دخله الشهري. كما تضمن مشروع القانون أن يكون الأب في الترتيب الرابع للحضانة بعد الأم وأم الأم وأم الأب، كما وضعت مجموعة من الضوابط والقواعد عند الاستضافة بحيث تكون سلطة تقديرية للقاضي بعد الاطلاع على التقارير النفسية وسماع أقوال الطفل، على أن تكون الاستضافة من قبل الأب 3 ساعات طبقا لقرار وزير العدل. كما يطالب أيضا بتوثيق عقد الطلاق خلال مدة أقصاها 30 يوما. وتأتي المادة الأكثر إشكالية والتي يطالب كلا الطرفين بتعديلها وتخص سن الحضانة، فالرجال يطالبون بخفضه إلى 9 أو 12 سنة، وتطالب النساء برفعه إلى 18 سنة التزاما بالنص الدستوري الذي حدد سن الطفل بمن يكمل عامه 18. جدل كبير يستوجب سرعة مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المعروضة على مجلس النواب لإنهاء ما تسبب به القانون الحالي من التأثير سلبيا على نفسية الأطفال، إذ بفسخ الروابط الأسرية يفقدون شعورهم بالأمان والاستقرار، ليصبحوا فريسة صراعات والديهم ما يهدد الترابط المجتمعي. مرحبا بحضراتكم من جديد مشاهدي الكرام في الحياة في مصر. بالتأكيد مشاكل الأسرة كتير، وأكيد برضو ما فيش بيت مصري من بيوتنا ما فيهوش مشكلة متعلقة بالأحوال الشخصية، اللي مش عارف يشوف ابنه واللي نفسه يضمه لحضانته والقانون مش سامح بده، واللي عايز كمان أو اللي عايزة تتطلق ومش قادرة، واللي خلعت زوجها من غير ما يعرف. ودلوقتي ظهرت قصة أو مشكلة جديدة على الساحة خاصة بالقانون، قانون الأحوال الشخصية الجديد، بعد ما تقدم حزب الوفد من يومين بمشروع قانون طالب فيه أن يكون سن الحضانة 9 سنوات فقط بدلا من 14 سنة. الدنيا بالتأكيد ما وقفتش على هذا الأمر. اسمحوا لي، بينضم لي في الاستوديو ضيوف كرام بيمثلوا وجهتي النظر في هذا الأمر. في البداية برحب بالدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، يا اهلا وسهلا بيكي. بيشرفاني يا فندم. الله يخليك. كمان بيشرفني الاستاذ طارق الجرحي المتحدث الاعلامي باسم حركه تمرد قانون الاسره، يا اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. تمرد ضد قانون الاسره. ضد قانون الاسره. بتتمردوا ليه؟ بتتمرد، مش عارفين نشوف ولادنا، مش عارفين نربيهم بمعنى اصح. يعني انا بخجل ان انا في مصر النهارده بلدي بتمنعني ان انا اربي ابني او بنتي. مفيش دوله في العالم تقول كده خالص اطلاقا. يعني ايه الاب النهارده؟ انا انفصلت، اتحرم من كل حاجه، مش مهم. يعني اذا كان ربنا، اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا بيقول المال والبنون زينه الحياه الدنيا. قانون الاسره خد الزينتين دول من الرجل، خد المال ده ما عندناش مشكله فيه، ده لاولادنا، لكن البنون يتاخد ليه؟ ازاي انا اشوف ابني فقط 3 ساعات في الاسبوع؟ ده لو شفته 3 ساعات في الاسبوع، 3 ساعات في الاسبوع ده لو شفته. يعني بمعدل سن الحضانه هو مش 14 سنه، هو 15 سنه، ويخير الطفل بعد كده بيختار يروح الأب والأم في ال 15 يعني سنة. يعني بيخير كمان بعد كده في ال 15 سنة دول أنا بشوف ابني فقط 3 شهور 90 يوم فقط، ده لو الأم التزمت في الرؤية وجت 3 ساعات كل أسبوع. لو الطفل كان عمره يوم، من عمر يوم، لكن في ناس ما بتشوفش ولادها بالسنة والاثنين والثلاثة. لو أنا ابتديت أشوف ابني من عمر يوم هشوفه فقط 90 يوم لمدة 15 سنة. ده قانون. فبالتالي انتوا مع التغيير او المشروع القانون المقدم من حزب الوفد انه ينزل ل9 سنين؟
ينزل لتسع سنين، مش بس سن الحضانة، ده سن الحضانة المعضلة الكبيرة في القانون. سن الحضانة المعضلة الخطيرة اللي تقريبا يعني سبب رئيسي، ما كانش السبب الأكبر في زيادة نسب الطلاق في مصر، هو سن الحضانة. وبالإحصائيات ممكن أقول لحضرتك ده، سن الحضانة تغيير قانون الرؤية، سن الحضانة هو السبب في زيادة نسب الطلاق؟ ده بالإحصائيات. يعني أنا لما يعني يكون اللي ربط ده هقول لحضرتك حاجة، النهاردة أنا لما بتجوز مفروض في حقوق وفي واجبات. لما كل الكفة بتاعت الـ 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 الحقوق أو الواجبات دي تبقى الواجبات دي على الراجل فقط، والمرأة فقط مكتسب 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 مكتسب، طب هي هتعيش ليه؟ لما هي بتخرج النهاردة بتتزوج تاخد الشقة 12 أو 13 نوع نفقة، منهم 8 أنواع فقط للطفل والباقي ليها إذا كان متعة أو عدة أو مؤخر، تمام؟ بتاخد الشقة قلنا، النفقات مش بس كده، الولاية التعليمية فوق كل ده، الطفل حضانة أبدية. ما هو الطفل ده ما بتاخدش 15 سنة بس، أنا بقول لحضرتك بيخير، وبالتالي الطفل لما هيقف النهاردة يختار، ما أنا مش هختار المجهول، مش هختار بابا اللي أنا ما أعرفش بيته، أنا هختار ماما اللي أنا عايش معاها، أنا هروح ليه بيت أنا ما أعرفوش. لكن وبالتالي حتى ده لو فرضنا ان الطفل نوعا ما سوي هيختار امه، لكن الطفل في طول ال 15 سنه دول بيتم غرز فيه حقد وكراهيه تجاه ابوه واتجاه اهل ابوه، طب انا هروح ليه وانا اصلا مش طايقه؟ طب انتقل للدكتوره هدى في الجزئيه دي. هو شايف ان الفتره بتاعت 15 سنه ظالمه لانه الطفل مش بيشوف ابوه بالقدر الكافي، فبالتالي عاش في اسره واستقر مع والدته، فلما يجي يخير بعد ال 15 سنه بالتاكيد يعني طبيعي لوجيك ان هو هيختار والدته. انت شايفه ده ازاي؟ انا هقول لحضرتك، هم شايفين ان في ظلم ليهم يعني. يعني احنا انا مش عايزه اجزأ الحاجات، لان يعني انا متفقه معاك 100% ان ما ينفعش ان الوالد ما يشاركش في تربيه ابنه، يعني من حيث المبدا ده ما حدش يقدر. هو الطفل في النهايه هو المظلوم، ان مفروض ان الطفل مش بس الاب يشارك في تربيته، ان الطفل يستمتع بالاب زي ما بيستمتع طبعًا بالام. طبعا اوكي، يبقى من المنطلق ده احنا مقدمين قانون على فكره، مشروع قانون كالاتحاد، وبنقول ان لا 3 ساعات ان الاب يشوف ابنه 3 ساعات ده كلام ما يصحش. يعني احنا مع ان الاب مسمينها استحاب، يعني من حق الاب ان هو يستحب ابنه ويك اند نهايه الاسبوع 3 ساعات. لا مش 3 ساعات، ده بالعكس، ده انا بقول يقعد معاه الاجازه الاسبوع مع ابوه، ده يعني ده مش حق الاب، ده حق الطفل. ده احنا كمان بنقول ان ما يصحش ان يبقى في القانون ان لو الاب ما دفعش حتى اي نوع من اي انواع النفقه انه يتحرم من انه يشوف ابنه، لا دي حاجه ودي حاجه. ده موجود حاليا؟ لا ده مقترح. ده احنا بنقترح ليه؟ لان الحقيقه هي مش قضيه ست قدام راجل بينتقموا من بعض، ما يصحش. وبعدين بينتقموا باستخدام الطفل، فبالعكس احنا بنقول اولا القانون اللي احنا مقترحينه المبدا الاساسي فيه هو المصلحه الفضله للطفل، مصلحه الطفل قبل من مصلحه الام وقبل من مصلحه الاب. طب مصلحته في جزئيه الحضانه ايه حضرتك من وجهه نظرك؟ فحته الحضانه دي بقى ايه؟ يعني هي ليه دلوقتي عامله اشكال؟ لان زي ما بنسمع ان الام احيانا بتستخدم الطفل ان هي تقعد تملاه ضد ابوه. فلما يجي عنده الوقت ان هو يختار فبيختار ام. هي مش القضيه كده، انا بقول ان هي لو الاب والام على وفاق وما بينتقموش من بعض في صورة الاطفال وكل واحد عارف مسؤولياته وواجباته، الاب بيشوف ابنه كفاية بيقدر يشوفه كل ويك اند، يقضي الويك اند معاه، يقدر في اجازة الصيف يقعد معاه المدة اللي هو عايزها. فاذا لما فترة الحضانة بتبقى لغاية 15 سنة ما بيبقاش الاب حاسس انه ما شافش ابنه، لا ده بيشوفه كل اجازه، كل اسبوع بيقعد معاه يومين، كل اجازه الصيف بيقعد معاه شهر، هنا مفيش اشكال. عشان كده القانون لازم نبص له كله على بعضه، كله على بعضه بمعنى ايه؟ ان المبدا والفلسفه ان الاب له نفس الحق ان هو الابن يستمتع بيه والاب يستمتع بابنه. ان دي مقدمه كويسه جدا. لازم كل حاله كمان لازم تدرس،
يعني برضو بعض الأمهات، هو أصل لا كل الأمهات ملايكة ولا كل الأبهات ملايكة طبعا. أحيانا بتبقى الأم سيئة وأحيانا بيبقى الأب سيء طبيعي. عشان كده دور مكاتب التسوية لازم يبقى لها دور كبير قوي. مكاتب التسوية اللي هي جزء من وزارة العدل، اللي هي جزء من المحاكم. أنا فكرتها الاسم وداني على الاجتماعيات، يعني مكان اجتماعي فيبقى فيه مسؤول اجتماعي أو مرشد اجتماعي يشوف الأسرة فبالتالي يصلح أو يحاول. ما هي لا، ما هي دي جزء من وزارة العدل. عدل مكاتب مكاتب التسوية، إن أول يعني قبل الحالة ما بتوصل للمحكمة بيروح المكتب فيه إخصائي اجتماعي وإخصائي نفسي وفي محامي، وبيقعد معاهم يحاول إن هو يصلح ما بالبين. والله لو صلحوا كويس، لأن بيقول لهم على إيه المدار تحت الطلاق وكده. لو فرضنا إن ما حصلش صلح واضطروا إن هم يروحوا عشان يطلقوا، بيبقى فيه اتفاق ودي بين الاتنين. والمكان ده بقى بتاع التسوية، مكتب التسوية ده لازم يبقى مكان أو نادي، مش حكاية إنه يروح يقعد في اسمه بوليس ولا يقعد في أي حتة غير مناسبة ومش عارف يقعد يكلم ابنه يعني. لا، ياخدوا النادي، مكتب التسوية ده يبقى فيه مكان محترم، صالون يقعد فيه مع ابنه، ياخدوا البيت مكان لائق. احنا مش ضد إن الأب ياخد الطفل البيت بتاعه ويقعد عنده، عشان نفسية الطفل حتى نفسها. طبعاً طبعاً، ثلاث ساعات إيه اللي يقعد مع ابنه؟ يعني ده يدوبك. أنا عجبني الاتفاق ده، يعني عجبني الاتفاق في البداية في الجزئية جدا. دي بس في جزئية مهمة للغاية وبتؤرقني أنا بشكل شخصي، هي جزئية الطلاق. لأنها لما أسمع من الإحصاءات الرسمية إن مصر أكبر، فيها أكبر نسب طلاق في العالم كله، ده شيء لازم نتوقف عنه. اسمحوا لي نتوقف عنده بس بعد الفاصل. مستمرين مع حضراتكم في الحياة في مصر، ولكن بعد فاصل قصير بمشيئة الله. ولسه بنناقش مع حضراتكم السؤال اللي طرحته على ضيوف الكرام قبل الفاصل. بنتكلم على ان مصر فيها رقم مفزع، لما تسمعوا ان مصر فيها اكبر نسب طلاق في العالم فده شيء لازم نتوقف عنده، يعني لازم يكون في حل جذري لهذا الامر. استاذ طارق، يعني انت شايف الرقم ازاي اولا من مركز البحوث عندنا؟ شايف الرقم او الجهاز المركزي اللي بنتعامل معاه، بنتعامل مع رقم او مدلول لازم يكون ليه سبب. لما بقول ان امريكا مثلا اقوى اقتصاد في العالم لازم يكون في اسباب ادت لده. في دوله مثلا يعني اكتر دوله ناجحه في التعليم، في لازم يكون اسباب لده. اي حاجه ليها سبب. طب مصر رقم واحد في الطلاق، لازم يكون في سبب. وبالتالي ايه اسباب الطلاق؟ احنا عندنا اسباب كتير جدا، لكن النهارده لما اجي ابص على احصائيه بتقول لي ان في سنه 2004 كان عندي 64.5 او 64.5 الف حاله طلاق في مصر. السنه اللي بعدها 2005 اتعدل سن الحضانه، كويس، وصل ل 65 ألف حالة طلاق. من 2005 ل 2009 احنا قلنا 65 ألف حالة، 2009 بقى عندي 141 ألف حالة طلاق. من 65 ألف حالة، بس لازم تاخد زيادة السكان برضو في الإطار، 141 زيادة السكان يعني ملهاش دعوة. هقول لحضرتك ليه، لأن أنا عندي في الأربع سنين دول اللي تم عندي في 2005 زاد سن الحضانة ل 15 سنة ويخير الطفل، عندي في 2008 تم نقل الولايه التعليميه للطرف الحاضن اللي هو بنسبه 99 او 98% بتكون الام. فالنهارده زي ما قلت لحضرتك الام واخده كل حاجه. دلوقتي بنتكلم على كام نسبه طلاق او كام العدد مثلا؟ لحد دلوقتي ما خرجتش احصائيه رسميه في 2017، لكن اخر احصائيه اتقالت ان 950 الف حاله طلاق في 2000 حاله زواج في 2017 في المقابل 750 الف تقريبا. يعني تقريبا اللي في يعني 900 الف بيتجوزوا و700 الف بيطلقوا، ده في 2017. يعني ممكن تلاقي ال 200 الف دول اللي هم المسيحيين. يعني المسيحيين دكتور هدى، انت شايف الرقم ده ازاي؟ لا انا الحقيقه الاحصائيات دي يعني انا مش قادره بالمنطق اقبلها. النسبه كام مثلا؟ يعني نسبة الطلاق 95% مثلا. النسبة اللي حضرتك بتتكلمي زيادة أعداد الطلاق نسبة، لا أنا ما بتكلمش أعداد، 116. خلينا نتكلم 116% من 2005 ل 2006 ل 2009 116 نسبتها 116%. ماشي. اصل لازم يبقى في نسبه ليه؟ اولا عدد السكان، نسبه اللي في سن الزواج. طبعا بيفرقوا نسبه الزواج للطلاق، في حاجات كتيره لازم ابص فيها قبل ما اخد الاعداد دي. بس برضو الرقم مفزع. ولو بعدنا عن الرقم، لو بعدنا عن الرقم كمان، ان تكون بلدنا اكبر نسبه طلاق في العالم،
ما انا حته اكبر نسبه طلاق في العالم لازم دي. لازم بحوث معلش انا مش هبلغ لا 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 في بلاد تانية اكتر من قانون اسره انا معرفش زي ايه مثلا يعني اذا كان ده التعبئه والاحصاء هل هي الحميه الوطنيه لا 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 هقول لحضرتك حاجه يعني اذا كان ده كمان الطلاق الموثق ده بقى انا كمان اللي بيقول لها عليها الطلاق بقى يبقى كام ده انا عايز اقول لك ان الطلاق الموثق يبقى ده احنا ما فيش جواز يبقى كله طلاق اذا احنا خدنا الاحصائيات دي ان ده الاعداد الموثقه لا اضربها في اتنين بقى لان في كتير قوي بيقول لها عليها الطلاق وخلاص مش كده ولا ايه طبعا يبقى هذا هل معقول ما اصل ربنا عارفوه بالعقل مش بالارقام انا مش هتكلم يا فندم على درسنا احنا واحنا طلبه في امريكا درسنا كتاب اسمه بالعربي كيف تكذب بالاحصائيات هاو تو لاي وذ ستاتستكس تكذب بالكاف بمعنى ايه الاحصائيات دي مش الهه لا 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 فيها لخبطه كتير قوي ما كده يبقى بنشكك في مؤسسات الدوله دكتور لا لا ما يعني معلش اكمل كلام نمره 2 يعني انا بتكلم أنا في التعبئه العامه والاحصاء ده جهاز رسمي او مؤسسه من مؤسسات الدوله لا هقول لحضرتك حاجه مش احصائيات انا ما بقولش طب انت شايفه ارقام بلاش رقم شايفه حالات الطلاق الكتيره اللي موجوده في المجتمع ازاي انا هكمل كلام الطلاق زاد زاد لكن مش بهذه النسبه زاد ليه له اسباب لكن انا مش شايفه العلاقه بين زياده الطلاق وسن الحضانه طب لو رجعنا لسن الحضانه كويس ان حضرتك رجعتي تاني لسن الحضانه ايه العلاقه التسع سنين نيجي بقى لسن الحضانه خلينا نتكلم في سن الحضانه سن الحضانه لما بنقول ان هو 15 سنه ده يعني الطفل بيخش ده طفل في المدرسه الابتدائي مش كده لسه ما دخلش سنه بيدخل ست سنين تمام عنده 15 سنه يعني لا ده في ثانوي يا دوبك داخل سنه في ثانيه ثانوي كمان او في اعداد الطفل ده خلينا نقول حقيقه على الواقع مين اللي هو بيهتم بيه في البيت مين اللي بيقعد يدرس له مين اللي بيشوف اكله وشربه هل الاب فعلا بيقوم بالمسؤوليه دي ولا عاده هي الام فانا لما اجي ولما اقول مصلحه الطفل الفضله ليه الطفل لما يبقى قاعد في بيت شايف ان الام هي بتعمل له ده كله واجي وهو عنده تسع سنين اقول له تسع سنين يعني لسه في ابتدائي تعالى غير حياتك تعالى انا هزرعك في حته تانية ومش امك بقى هي دي اللي هتاخد بالها منك يا اما الاب يعني ثقافتنا ثقافتنا الاب ما مش حاجتي ايه قال الاب هو بيعمل المسؤوليات دي لابنه لو هو الاب متجوز واحده تانية هل مرات او ابو الطفل حقيقه المسؤوليه دي يعني هو مش يعني دي مسؤوليه العنايه بالطفل عشان يبقى فعلا طفل سوي تغذيته كويسه فيكون مع الام بالشكل ده الام هي اللي بتتحمل هذا العبء في ناس تانيين برضه بيكونوا بيعانوا يعني وماذا عن المرأة العاملة يا دكتورة؟ يعني وماذا عن المرأة العاملة؟ النهارده احنا تقريبا نسبة النساء العاملات في مصر تقريبا قربوا يبقوا متساويين مع الرجال لا 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 نسبة العمالة في المرأة نازلة عايز اقول لا لا عايز اوضح بس عايز تمام عايز اوضح نقطة اتفضل انما النهارده بنقول 15 سنة وما ينفعش يخرج من حضن امه ويمكن الدكتورة في المقترح بتاعها عايزة ترتفع بيه لسن 18 كمان طب ما تيجي نشوف هي اتكلمت ده حقيقي يا دكتور؟ عايزة توصلي ل 18؟ شوف هو الطفولة اللي العالم كله اتفق عليها الطفل لغايه 18 سنه طيب تمام انا عايز اقول حاجه اتفضل 18 سنه ده ما اتعملش همايوني ده بتوع علم نفس بتوع اجتماع بتوع طب كلهم بس اكيد نساء ما انا عايز اقول لا انا لا عايز لا بس لا 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 ده العالم عشان في حته تحيز شويه لا 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 ده كلام علمي ما احنا يا اما نتكلم علمي يا اما نتكلم بهوانا او طيب. لان الحضانه داخل فيها الشقه اصل في ناحيه اقتصاديه هنا بتلعب دور كبير قوي اوضح لك لان لما الام بتبقى حاضنه بتقعد في الشقه فهنا تكاليف اقتصاديه خلينا نفصل بين الاثنين عشان نعرف نتكلم طيب. لمصلحه طيب تمام خلاص 18 سنه بالنسبه لسن الطفوله طبعا طيب. ده الطفوله هي يعني بدون ما نسد في الكلام كده ونتكلم عشان خاطر بس حتى المشاهد نقول كلام بسيط يعني ايه حضانه طفل في سن الحضانه للطفل النهارده بتكلم على طفل غير مميز وبالتالي محتاج حد يحتضنه ليه عشان يقدر يحميه يقدر يغير له ياكله يلبسه لان في طفل او عندي مخلوق اللي هو الطفل ده ما بيقدرش يعمل ده اساسيات حياته لوحده طب النهارده الطفل لحد 15 سنه او عايزنا نرتفع بيه ل 18 سنه مش هيقدر يعمل كل ده لوحده مستحيل
فبتكلم بقى بقول لو هنتكلم على ارض الواقع زي ما الدكتوره قالت، طب ما ارض الواقع بتقول ان الطفل النهارده لو دخل مدرسه داخليه عسكريه بيتاخد وان هو عنده 12 سنه، هل كده احنا بناخده من حضن امه او بنقلل من حضانه امه؟ بلاش. الدستور يا فندم المصري، قانون العمل والدستور المصري بينص على ان الطفل مسموح له ان يعمل بدءا من سن 15 سنه. طب انا النهارده لما الطفل يشتغل هل انا كده باخده من حضن امه؟ وعندنا مدارس داخليه بتاخد الطفل برضو، او مدارس بتاخد الطفل النهارده عنده يوم كامل عشان تقدر تخليه يعتمد على نفسه ما يبقاش زي ما بنقول. طب التسع سنين اللي حضراتكم بتقترحوها مع مقترح حزب الوفد، التسع سنين انت بتغير حياه طفل من حياه مستقره لحياه ثانيه. احنا بنقول عشان كده مش بس سن الحضانه هو المعضله، لا ده كمان الرؤيه هي المعضله، لان ابني انا لو بيجي لي يومين في الاسبوع في الويك اند زي ما الدكتوره قالت، واسبوع في اجازه نص السنه، وشهر في اجازه اخر السنه، وفي الاعياد مناصفه بيني وبين الام، النهارده هو عارف بيئه ابوه، مش لسه هزرعه من جديد. ما هي الاثنين مرتبطين ببعض. استحاضه كده انت عايز يومين في الويك اند، ده دي الاستضافه. فلما بتكلم بقى على نزول سن الحضانه، هو اوريدي عارف بيت ابوه وعارف معيشه ابوه، عارف الانفايرمنت اللي هيروح لها، مش حاجه جديده بالنسبه له. عشان كده الاصطحاب مرتبط بالنزول سن الحضانه. هل تعلم يا استاذ كمان حضرتك النهارده ان سنه 85 في مصر، سنه 85 كنا بنعمل بسن الحضانه 7 سنين للولد وتسع سنوات للبنت. ايه اللي حصل؟ عايزين بقى لازم يكون في ضرر حصل في المجتمع عشان نرتفع بسن الحضانه ل 15 سنه، ايه اللي حصل؟ ولا اي حاجه. تحب النهارده الطفل ايه اللي حصل؟ الطفل طيب. لا انا عايز اقول لحضرتك هي ترد على التساؤل ده، التساؤل هي ترد عليه. انا بس عايز اتساءل كمان في حاجه، النهارده حضرتك الاتحاد النوعي لنساء مصر، طب ما الطفل احنا بناخده من امه، لو ام مش هنقول انها مرتكبه جريمه مخله بالشرف زي الزنا او المخدرات او كذا او كذا، لو ام غارمه نفسها تعيش بيتها وكتبت على نفسها ايصالات امانه ودخلت بسببها السجن، والام دي كانت حامل وضعت في السجن، بياخدوا الطفل منها وهو عنده سنتين، هل احنا كده انتقصنا من حضانتها؟ ليه بنتكلم عن حضانه الطفل انها حق طيب مكتسب للام؟ نرجع مره ثانيه وسريعا لان انا فاضل لي دقيقتين بالظبط. ايه اللي حصل في مصر؟ انا عايز اقول حاجه برضو. اتفضل. احنا عندنا بعض القوانين ما هي سليمه، يعني انا عشان استرشد بان انا بسمح للطفل ان هو يعمل وهو عنده 15 سنه ده غلط ولازم يتغير، والاي اللي هو واقفه قصادنا في كده وبتبهدلنا والمدارس العسكريه. انا عندي بطاله في ناس كبار مش لاقيين شغل وبشغل العيال عندهم 15 سنه، هل ده معقول؟ وانا استرشد بهذا القانون؟ ده نمره واحد. نمره اثنين، في دراسات معموله، عارف حضرتك ان 60% من اطفال الشوارع قاعدين مع زوجه اب؟ ده بقى المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه. خلينا منصفين برضو، طب ما هو زوج ام، في زوج ام بيضربهم فبيطفشوا من البيت بيضربوا. بس مين اللي بيقعد في البيت عاده مع الطفل؟ الأب ولا الأم؟ الأب بيروح يشتغل، اللي لسه حرق الأب بيروح يشتغل والأم هي اللي قاعدة. مش حرق، يعني ده أحداث. لا لا هقول لحضرتك حاجة، أولاً عملت المرأة 20%، عملت المرأة 20%، يعني 80% من الستات ما بتشتغلش. فدي برضه إذا كنا هنتكلم، أنا بس أتمنى إن يعني مشاهدينا الكرام اللي بيشوفوا حضراتكم دلوقتي ويشوفوا النزاع ما بين سن الحضانة يبقى 9 سنين ولا يبقى 18 سنة، الأب يشوفه ولا ما يشوفوش، يشوفه مرتين في الأسبوع ولا 3 مرات ولا يشوفه شهر في السنة، النزاع ده حضراتكم أتمنى بالتأكيد أن حضراتكم تشوفوه قبل ما تقبلوا على جزئية الانفصال، جزئية الطلاق. يعني قدر الإمكان ممكن يكون في ضغوط حياتية في الأسرة، ولكن الطفل لو هو موجود أولى من هذا الانفصال. أنا شرفت بوجودكم معايا النهارده، بس أنا عايز أسأل حضرتك حاجة قبل ما أقفل وسريعا لأن وقتي، إحنا بنتكلم على الاتحاد العام لنساء مصر. ده في نقدر نقول إن هو ممكن يبقى في قدامه الاتحاد العام لرجال مصر في شوية لا أنا هقول لحضرتك حاجة، إحنا مش دايما ماسكين علامة حمراء كده ضد الراجل، بالعكس يعني إحنا فعلا بنقول القانون الجديد بتاع الاحوال الشخصيه مفيش تمييز يعني ما يميزش، بس حضرتك بس قلتي بس اساسا طيب. الطفل هي حضرتك قلت بس ان الرجاله عايزه تنزل انا وقت انتهى انا وقت انتهى وغصب عني خلاص عشان ادانا بشكركم طيب. شكرا جزيلا شكرا. وشرفتوني بالتاكيد شكرا. الدكتوره هدى بدران والاستاذ طارق الجرحي. بعد الفاصل مشيئه الله مشاهدينا الكرام هتتابعوا اهم منشطات وعناوين صحف الغد مع زميلتي العزيزه هند جاد، اما انا فبشكر حضراتكم شكرا جزيلا على طيب المتابعه، في امان الله وعلا.